صباح النور مرة أخرى مشاهدينا، وصباح النور يا صباح صوني. النور هبة، وضعك الاقتصادي كيف؟ بدك تفكري بالصحة قبل الاقتصادي أو أو بجروا بعضهم بأسرع بعضهم. إذن دعنا نتحدث مع مشاهدينا عن زيادة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي يفرضها فيروس كورونا على الأفراد والأسر، وهو يهدد بتحويل عشرات الملايين إن لم يكن المئات إلى عاطلين عن العمل. بالإضافة هبة إلى تدخلات الدول، يبقى هناك مسؤولية على الأفراد لمواجهة هذا الواقع والانتصار عليه. التسلح بالثقافة المالية الذاتية يعتبر أمرا أساسيا لمواجهة التحديات والصعاب والانتصار عليها. ما هي الثقافة المالية؟ كيف تستطيع توظيفها للتغلب على انعكاسات البطالة وتراجع التوظيف؟ وما هي أهميتها في أيامنا هذه تحديدا؟ الجواب مع الصحفي الاقتصادي خالد أبو شقرة. صباح النور يا خالد. صباح النور خالد. يعني نحن متحمسين لهذه المقابلة لأنه رح تعطينا الحلول أنت على ما يبدو. إن شاء الله إن شاء الله. مسؤوليته دائما كبيرة خالد. نعم. وذنبه كبير. فكرة أو مصطلح الثقافة المالية ربما تكون غريبة قليلا بالنسبة إلى البعض، فماذا يقصد بداية بالثقافة المالية؟ غريبة بالبداية كل شخص بما يمتلك بشكل أو بآخر نوع من الثقافة المالية، إذ أما كل شيء يتعلق بالمال سواء كان بكسب المال أو بادخاله أو بإنفاقه يتطلب نوع من الثقافة المالية، لكن الفرق إن كانت هذه الثقافة المالية مبنية على العلم وعلى النظريات الحديثة أم مبنية على المقولات الشعبية وعلى العادات والتقاليد. طبعا يعني العادات قد تكون هناك الكثير من المفاهيم الخاطئه الموروثة في مقاطع الثقافه الماليه، كان يقول مثلا في مجتمعاتنا انفق ما في جيب ياتيك مثل الغيب، الولد الذي يولد تولد نسخته معه تتدبر ضبط الانفاق ونوع من انواع البخل. طبعا هذه مقولات شعبويه قديمه ومتوارثه عبر الاجيال، هي اثبتت عدم صحتها وصحيح اليوم من النظريات التي تؤكد أو تشدد على تنشيط الإنفاق أولاً، على الادخار ثانياً، على توجيه الأموال المكتسبة بطريقة فعالة لبناء الأسرة ولبناء مالية متماسكة في الأسرة، وبالتالي التأثير بشكل إيجابي على المجتمع من خلال رفع مدخراته والمساعدة أكثر على خلق فرص العمل وزيادة الإنتاج. نعم. يعني بعض النصائح والمعلومات عن الثقافة المالية سنستمع إليها ونشاهدها في هذا التقرير، ثم نعود إليك خالد أبو شقرة. ما هي فوائد الثقافة المالية؟ القدرة على اتخاذ قرارات مالية، وغالبا ما تكون هذه القرارات مترابطة مع بعضها البعض، المساعدة على تسديد الديون والحفاظ على جزء من الدخل، تمكين الأشخاص من توفير الأموال من أجل التقاعد، تمكين الأشخاص من تخصيص كميات كافية من الأموال لتغطية نفقاتهم دون وجود مصدر دخل، التأثير على مستقبل الأجيال القادمة من حيث قدرتهم المالية وادخاراتهم. بالعودة إليك خالد، التأثير على الأجيال القادمة من حيث مدخراتهم، ما رأيك بهذه النصيحة؟ يعني طبعا هي نصيحة في مكانها، إذ أن المدخرات الشخصية للأفراد تنعكس بطبيعة الحال فائدة في المجتمع، فمن ندخره اليوم نحن بشكل خاص أو بشكل أسري ونضعه في المصارف، المصرف طبعا سيقوم بإقراضه إلى فئة ثانية تستثمر في المشاريع الإنتاجية وتخلق فرص عمل، وبالتالي نكون ننطلق بهذه النظرية إلى ما هو أو إلى ما يحقق خير المجتمعات. نعم، ولكن خالد كيف بيمكن تطبيق هذه الثقافة لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا وما يفرضه من تغيرات على الأفراد والأسر؟ طبعا بالبداية خلينا نكون هيك إيجابيين ونقول بأن الثقافة بأن أزمة كورونا أو جائحة كورونا هي غائمة سوداء كبيرة ولكنها ستمضي في طريقها في النهاية، وبالتالي من المطلوب اليوم من الأفراد والأسر الصمود لأطول فترة ممكنة، الحفاظ على إمكانياتهم، العمل بجهد لتنويع لتأمين مصدر دخل إضافي وتنويعه، وهذا قد يتحقق اليوم من خلال عدة نقاط أساسية تساعدنا فيها الثقافة المالية.
من هذه النطاق قد يكون اليوم سحب جزء من المدخرات، استخدام جزء من تعويض نهايه الخدمه لبناء المشروع المنزلي صغير انتاجي طبعا، كتامين المنى، كاعداد المنى البيتيه، كاعداد الكتب، كاعداد الحرفيات وبيعها عبر وسائل التواصل الاجتماعي او ما يعرف بأونلاين. طبعا المهم اليوم الثقافه الماليه تقول انه يجب علينا اليوم في هذه المرحله التفاوض مع المصارف لاعاده جدول ديوننا، ايقاف القروض لفتره مؤقته وايقاف بطاقات الاعتماد. طبعا بالنسبه الى المصروفين من العمل اليوم الذين اصبحوا من دون دخل، المهم جدا اليوم طبعا تخفيف المصاريف الترفيهيه، تخفيف المصاريف على المصروف على الكماليات، التفكير اولا واخيرا بالاولويات والتي تتعلق طبعا بتامين لقمه العيش من ماكل ومشرب، طبعا تخفيف قدر الامكان من فواتير الكهرباء، الغاز، البنزين، المازوت، تخفيف اشتراكات الاتصالات، الانترنت واشتراكات الترفيه، وطبعا الاستفاده من فتره هذا الحجر المنزلي الذي تفرضه علينا كورونا لاعاده تقييم وضعنا المالي، لوضع ميزانيه صحيحه، لتوضع خطه للمستقبل، للنهوض اقوى واسرع من بعد انتهاء هذه الجائحه. نعم. خالد، في هذه الفتره، في هذه الجائحه، هل تنصح بانشاء اكثر من مصدر للدخل؟ أكثر من مصدر واحد؟ نعم، بطبيعة الحال توني طبعا اليوم يعني الإحصاءات العالمية على منظمة العمل الدولية تقول بأنه من المتوقع أن يكون هناك حوالي 500 مليون عاطل عن العمل من بعد انتهاء أزمة كورونا، أي حوالي نصف مليار، وبالتالي فإن قسما كبيرا وتحديدا من فئة الشباب سيصبحون عاطلين عن العمل وفاقدين لمدخولهم، إنما هذا لا يعني توقف الحياة وتوقفهم عن العيش، وبالتالي من هنا يجب تنميع مصادر الدخل سواء كانت عبر تصنيع الحرف، سواء كان عبر استغلال الهوايات الشخصية وتحويلها إلى حرف تدور علينا الأموال، سواء عبر استخدام المدخرات بطريقة ذكية، التعويضات نهاية ما سحبها واستخدامها بما ينفع الافراد ويؤمن لهم مدخولا اضافيا، وحتى الاستفاده من الامكانيات المتوفره لدينا، قد يكون منازل، عقارات، تاجيرها، استثمارها، رهنها، من اجل خلق مورد اضافي للاموال. هو نحن نكون بنفس الحاجه اليه لكي نمضي بهذه الفتره ونخرج منها طبعا كما قلنا اقوى واسرع. نعم. خالد، هل موضوع الثقافة المالية يعني يؤخذ بدورات أو بدروس معينة، أو هو مهارة يمكن أن يحصل عليها الإنسان؟ وأخبرني أيضا، هو هل مقتصر على أشخاص معينين بعينهم، أو هو ربما أيضا يعني يجب على كل شخص إن كان رجل أو امرأة أنه يتحلى بمثل هذه المهارات؟ هي بعض الحالات الخاصة جدا تتطلب تدخل احترافي لكي يتم بناء مفهوم الثقافة المالية. هؤلاء الأشخاص الذين نتحدث عنهم هم المبذرون بشكل مفرط، هنا الأشخاص المدمنون على التفوق، هناك فئة محددة، إنما معظم الأشخاص أو أغلبية الأشخاص سواء كانوا رجالا أم نساء هم في الفطرة معوضون على إدارة أموالهم وعلى تحقيق ما في خيرهم في خيرهم وفي مصلحتهم. وبالتالي فإن الثقافة المالية تشبه إلى حد ما أو بناء الثقافة المالية قيادة السيارة. طبعا كلنا يذكر المرحلة الأولى التي يجد فيها خلف المقود الخوف والرعب الذي يشعر فيها وحجم السيارة الكبير مقارنة مع قدراته، إنما مع الوقت تصبح هذه العادة سهلة جدا ونقوم بها من دون أن نفكر. كذلك هي الثقافة المالية، فإن بنائها والتفكير فيها قد يكون صعب في المراحل الأولى، إنما في المراحل اللاحقة تصبح أسلوب عيش وتصبح مندمجة في حياتنا وفي تصرفاتنا المالية، وبالتالي نصبح نمارسها من دون أي مشاكل أو عقبات أو صعوبة. طبعا نعم. يعني ذكرني جوابك وذكرني سؤال هبة بتحقيق لبزنس إنسايدر تقول فيه إن الثقافة المالية 80% منها معرفة و 20% منها تطبيق. ومن هنا سؤالنا، يعني هل الدخل هو الذي يحدد الثروة أم التصرف بالدخل هو المعيار؟
يعني طبعا لا نستطيع ان ننفي طوني حجم او اهميه الدخل طبعا بتحديد الثروه، انما ماذا ينفعنا ان كان دخلنا كبير ونبذله على امور غير اساسيه؟ وبالتالي فان الثروه اليوم التي نتحدث عنها ليست الثروه التي تتعلق فقط بالشخص او بالاسره، انما هي ثروه المجتمع وهو هذا الاهم. وبالتالي فان تدبير الاموال مهما كانت كبيره او مهما كان الدخل كبير لا يخلق قيمه مضافه في المجتمع، وبالتالي يذهب الى غير موضعه، في حين ان ترشيد الأموال والانتباه وبناء ثقافة مالية في هذه 20% التي تحدثت عنها يساعدنا على نمو المجتمع من خلال توجيه مدخراتنا وتوجيه استثماراتنا وتوجيه صرف أموالنا إلى الأماكن الصحيحة التي تخلق فرص عمل وتزيد الإنتاج في المجتمع وتحقق في النهاية الرفاه للجميع وليس لفرد أو لأسرة لوحدها. نعم خالد، دعنا نذهب إلى هذا الفيديو التصويري عن الميزانية وتنظيمها الآن ومن ثم نعود لنتحدث. تعلم تنظيم الميزانية يسمح لنا بتحديد المدخول والمصروف بدقة لفترة محددة، معرفة أهمية الادخار والعمل على تكوين مدخرات بشكل شهري، تخصيص بعض الوقت للتعرف على خيارات توظيف الأموال المجمعة مثل البرامج التأمينية، الصناديق الاستثمارية، الأسهم، السندات، إقامة المشاريع وغيرها، تحديد الأهداف المالية بدقة والعمل عليها، قراءة التقارير الاقتصادية التي تتصل بحالة البلد لمعرفة ما إذا كان الاقتصاد مقبلا على نمو أو انكماش أو تضخم، متابعة تطور الأسعار ومقارنتها بين المتاجر والمحلات، قراءة منشورات المصارف قبل الإقدام على أي عملية اقتراض، الاطلاع على الواجبات والحقوق المالية سواء كانت الضريبية أو البنكية، وعدم إهمال تسديد الضرائب. يعني خالد، انطلاقا من النقاط التي تم طرحها في الفيديو التصويري الآن، نرى أن الثقافة المالية لها فوائد عامة وليست فقط على صعيد الأشخاص، كيف تتجلى؟ نعم طبعا هنا يمكن قد تكون المشكله الكبيره اليوم هو عدم وجود ثقافه ماليه جديه في الكثير من المجتمعات، وهو ما يؤثر سلبا على المجتمعات. طبعا نرى نحن الفرق بين المجتمعات التي يتبع او التي يتمتع سكانها بالثقافه الماليه، كيف هو اقتصادها وكيف تصنف كدول صناعيه راقيه وكبيره وتحقق الرخاء لافرادها ولمجتمعها كدول اسكندنافيه على سبيل المثال، وبين بعض الدول، خلينا ناخذ مثال بعض الدول العربيه التي لا يتمتع سكانها بمستوى واعي من الثقافة المالية. طبعا هنا يلفتني قول بأن حوالي 60% من الأشخاص لا يفقهون شيئا فيما خص الثقافة المالية، وهذا جرى في دراسة حول حقوقهم وواجباتهم المالية وتحديدا في موضوع بطاقات الاعتماد، حيث أظهرت هذه الدراسة أن حوالي 60% من الأشخاص يحملون بطاقات اعتماد أنهم إنما لا يعرفون ما هي إيجابياتها وما هي سلبياتها وكيفية استخدامها بشكل عام. إنما في المجمل بأن الثقافة المالية طبعا الصحيحة للأفراد تساعد على تعزيز الاستثمار في المجتمع، على نمو الاستثمارات، طبعا على خلق مواطن صالح يدفع ضرائبه بانتظام، وبالتالي يساعد الدولة في المقابل على أن تؤمن بدلات الاستشفاء والطبابة لبقية المواطنين، كما لا يتخلف عن دفع وسداد قيوده أو متطلباته المصرفية، وبالتالي يساعد المؤسسات التمويلية على الازدهار وبالتالي على المزيد من أقراض المجتمع وخلق فرص عمل. وبالتالي من هنا فإن الثقافة المالية تعود بالخير بشكل إلى كل المجتمع ولا تحصى فوائدها في الأفراد والأسر. يعني كأننا في هذه الفترة بالذات نحن أحوج ما يكون إلى الثقافة المالية. الصحفي الاقتصادي خالد أبو شقرة، شكرا لك، ويخلي لك صاحبة العيد. ميرسي، الله يخليك. يعني بنتمنى له، لأنه بي خبير اقتصادي البحبوحة. ضلوا بصحتكم، شكرا لكم.